في فريق من الأطباء في الصين قدر إنه يعالج مريض مصاب بالسكر باستخدام العلاج بالخلايا الجذعية لأول مرة في العالم. الأطباء دول نجحوا في إنشاء نسخة اصطناعية من الخلايا الموجودة في البنكرياس واللي بتنتج الأنسولين أو الأنسولين وبتحافظ على مستويات السكر في الدم وتبقيها تحت السيطرة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر على الهواء. معانا الدكتور هشام الحفناوي عميد المعهد القومي لأمراض السكر والغدد الصماء الأصبغ. صباح الخيرات على حضرتك. صباح الفل، أهلا وسهلا. نسخة اصطناعية من خلايا في البنكرياس، إيه القصة دكتور؟ ديت بتبقى اسمها خلايا جذعية. الخلايا الجذعية دي هي خلايا أولية نجح العلماء إن هم يحولوها لخلايا بيتا زي اللي موجودة في البنكرياس علشان تفرز الإنسولين وتعوض مرضى السكر المصابين بسكر النوع الأول اللي هم ما عندهمش إفراز إنسولين. العلماء نجحوا إن هم يحولوا الخلايا الأولية ديت لخلايا بيتا تفرز إنسولين. بعد كده بيبتدي تتحقن في الجسم. عشان تتحقن في الجسم لازم اللي عنده سكر النوع الأول ممكن يعيش لغاية ما يبقى عنده 100 سنة مفيش مشاكل. وبالتالي لما بنحقن حاجة جوه الجسم لازم تبقى آمنة 100%. دراسات الأمان بقى هي نجحوا إنه يحولوها من خلايا أولية لخلايا بيتا تفرز الإنسولين. دراسات الأمان عشان تستمر إن هي خلايا بيتا ما تتحولش حاجة تانية أو خلايا سرطانية لا قدر الله أو خلايا تانية غير خلايا بيتا، وبالتالي الدراسات الأمان دي بتاخد فترة طويلة علشان تبقى آمنة 100% ونقدر نقول إن هي ممكن تستعمل لأي مريض عادي مصاب بسكر النوع الأول. وبالتالي احنا في مرحلة لسه نعتبرها مرحلة بحثية تجارب لدراسات الأمان. طيب يا فندم، يعني هذه التجربة حتى الآن هي كفيلة لو تم بالفعل إثبات أنها سليمة وملهاش أي أثار جانبية، هل أو أنها يعني إفكتف زي ما بنقول أو ليها جدوى بالفعل، هل هتقدر أنها تعالج مريض السكر وهيستغنى تماما عن الانسولين؟ لانه مريض السكر المعروف حتى الان انه بيعيش طول حياته بيعتمد على الانسولين. ما هو لو نجحت فعلا وثبتت فعاليتها وامانها هتبقى امل كويس، وهو ده الامل الحقيقه في المستقبل. لكن عشان تبقى نستمر ان هي خلايا بيت تفرز انسولين ما تتحورش لحاجه ثانيه، دراسات الامان ان هي امنه دي بتاخد وقت شويه، لكن هو ده الامل ان شاء الله. فاحنا اللي في ايدينا دلوقتي ان احنا نحافظ على مريض السكر بلا مضاعفات عشان لما توصل فعلا انها تبقى وسيله امنه لعلاج مرضى السكر يبقى المريض فعلا بلا مضاعفات، ما فيش تاثير على العين ولا الكلى ولا الاعصاب ولا الشرايين ولا القلب، وبالتالي يقدر يستفيد من نجاح هذه الابحاث. لكن هي ما زالت حاليا حتى في نقول في مرحله الابحاث علشان نوصل لامان وفعاليه زراعه الخلايا الجذعيه. ملاحظين الفتره اللي فاتت يا دكتور ان في كده ثوره في عالم العلاج بالخلايا الجذعيه ولامراض كثيره جدا، شايف ده ازاي؟ وتحديدا فيما يتعلق بمرض السكر، الدراسات الأمنة أو اللي ممكن أجري تجارب سريرية أمنة بتاخد وقت قد إيه؟ بتستغرق وقت قد إيه؟ لا، هي عشان تثبت أمانها لازم في الأول بتتعمل لها ليها درجات. بالنسبة عشان السكر بالذات إن بنقول مريض السكر ممكن يعيش بأمان مفيش مشكلة، فبتاخد وقت شوية، بتتعمل على عدد صغير جدا، والصغير ده بيبقى تحت عينيهم وموجود في مستشفى ثبت فعاليته، بتتعمل على عدد أكبر، فدي بتاخد عدة سنوات. لكن هي الخلايا الجذعيه بالنسبه للامراض الثانيه زي بتبقى ساعات اسرع شويه الابحاث دي، علشان بتبقى في مرضى اللي عندهم لا قدر الله فشل كبدي وبالتالي بيبقى الحياه بالنسبه لهم مهدده، فده بيبقى ممكن يتعمل لهم الخلايا زرع الخلايا ديت وبتتعمل على فترات، لان هي ممكن بعد فتره بتفقد فعاليتها يتعمل زراعه ثانيه. لكن بالنسبة لمريض السكر هتاخد وقت شوية علشان برغو زي ما قلنا لحضرتكم ان مريض السكر ممكن يعيش بأمان بس لو حافظ على العلاج بتاعه ومستويات السكر عنده بصورة منتظمة. دكتور هشام، بجانب هذه التجربة، ما الجديد في التعامل مع مرض السكر؟ هو مرض السكر عشان نقدر نقول لازم نفرق في مريض السكر من النوع الاول اللي هو كان زمان اسمه سكر الاطفال وبعدين بقى اسمه السكر المعتمد على الانسولين اللي كان غالبا بيصيب صغار السن.
دوت بيبقى معتمد على الانسولين كليه، لان بيحصل تدمير للخلايا اللي بتفرز الانسولين في البنكرياس، وده بيعيش طول عمره على الانسولين. وبالتالي هو محتاج تنظيم اكله، قياس السكر بصفه مستمره، اخذ حقن الانسولين عده مرات يوميا، الكشف المبكر عن المضاعفات، ودول تقريبا بيبقوا اقل من 10% من عدد المصابين بالسكر. اللي فيها ثوره فعلا وجديد دايما هو سكر النوع الثاني، اللي هو ده بيبقى بيصيب غالبا كبار السن، وساعات بيبقى صغار السن، نتيجه استعداد وراثي مع السمنه بيعمل مقاومه انسولين ويدخل مرحله ما قبل السكر وبعدين السكر. ده اللي بياخد اقراص. دلوقتي في اقراص جديده نزلت، هي بتخلي السكر بدل ما يعلى في الدم ينزل في البول، وبالعكس بتحسن اداء الكلى وبتحسن اداء القلب. في ادويه ثانيه بتشتغل مش اصلا على البنكرياس، فبالتالي ما بتتعبش البنكرياس، وليها فوائد اخرى، وبالعكس بتقلل الوزن وبتقلل الضغط، وليها فوائد كبيره. هي ديت اللي فيها دايما جديد، سكر النوع الثاني. وعشان كده بنقول دايما الادويه جديده، ودكتور السكر الشاطر هو تاج شاطر، يقدر يختار العلاج المناسب لكل مريض حسب هو نوع السكر بتاعه ايه، طبيعه اكله ايه، طبيعه عمله ايه. لكن في جميع الاحوال هو محتاج نظام. اي حاجه في الدنيا عشان تنجح الواحد لازم يبقى فيه منظم، لازم ينظم نفسه بالنسبه لاكله وبالنسبه لممارسه الرياضه عشان يقدر يعيش حياه امنه بلا مضاعفات مع السكر. فرصه ان حضرتك معانا على الهوا، يعني لاسباب وراثيه والعادات الغذائيه خاطئه، يعني كتير جدا مننا من المجتمع المصري مصاب بمرض السكر، من اكثر الامراض المزمنه المنتشره الحقيقه في مجتمعنا. ايه المؤشرات اللي تخليني اقلق وابتدي اكشف واروح اعمل تحليلات عشان اتاكد انا مصاب بسكر ولا لا؟ لازم اللي هو عنده تاريخ عائلي الإصابة بالسكر وفوق ال40 سنة وعنده زيادة في الوزن، أي وقت حد يلاقي حد ابتدى يزيد في الوزن بتاعه لازم يبتدي يشوف عشان يلحقه لو هو في مرحلة ما قبل السكر. لكن احنا لو استنينا لغاية ما بقى فيه أعراض، الأعراض دي ممكن تبقى الواحد بيدخل الحمام كتير، بيعطش كتير، وزنه بيخس بسرعة، بيحس ان هو جعان ودايما بياكل وملهوف على الحاجه الحلوه، ورغم ذلك ما بيحسش بالشبع. كل دي اعراض مع الوجود على تاريخ عائلي للاصابه بالسكر. ولو عرفنا ان في 100 مليون صحه المبادره الرئاسيه اللي هي كانت فعلا صحيح. احسن هديه تقدمت للشعب المصري، كان 55% من اللي سكرهم عالي ما كانوش يعرفوا ان سكرهم عالي، واكتشفوه خلال المبادره بالكشف صحه. هنعرف ان احنا لازم كشف المبكر عن السكر جدا. عشان لو كشفت السكر بدري هبعد عن المضاعفات، هظبط السكر، هعيش امنا. اشكرك شكرا جزيلا دكتور هشام الحفناوي، عميد المعهد القومي لامراض السكر والغدد الصماء الاسبق.